الخير والحب والعطاء. الحمد لله يعني الله هيك برمضان بفرج علينا والناس تحب بعضها والحمد لله خير. يعني الأسواق، الأسعار، الشعب كله، بس احنا بدنا الجيش يتوحد، الجيش الحر يتوحد، يصير يد واحدة. رمضان مبارك وما بجيب غير كل خير، والله يخلصنا من النظام الفاسد، وان شاء الله انه الله يمن علينا ويتوحد الجيش الحر ويكونوا ايد واحده. رمضان ايام بشار الاسد الخيرات اسع اكثر من ايام بشار الاسد، اكثر من ايام بشار الاسد خير عامر والبال هادي والأمور بخير.